وهل يشترط عقد النية للصيام في كل يوم؟ ومن نسي أن ينوي فهل عليه شيء أم لا؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى النية، وهل يجب أن يعقدها لكل يوم؟ والجواب على ذلك أن النية شرط لصحة العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا عمل إلا بنية، والنية هي أن يقصد الإنسان بعمله، أو بالأصح النية لها وجهان. الوجه الأول نية المعمول له، والوجه الثاني نية العمل. لا. ففي الوجه الأول يجب أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في عبادته، لا يريد بها شريكا غيره، والغرض منها تعيين المعمول له وتوحيده بتلك العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. أما الوجه الثاني في النية فهو نية العمل، أي تعيينه وتمييزه من غيره، لأن العبادات أجناس وأنواع لا يتميز أحدها إلا بتعيينه. فلا بد من أن يعين نية الصوم الواجب، ففي رمضان ينوي أنه صام يوما من رمضان. والنية في الحقيقة لا تحتاج إلى تعب كبير، فإن من قام في آخر الليل وأكل السحور فإنه لا شك أنه ناوي للصوم. نعم. وتعيين النية أيضا إذا كان في شهر رمضان أمر معلوم، لأن الإنسان لا يمكن أن ينوي بهذا الصوم إلا أنه صوم رمضان ما دام في وقت رمضان. وعلى هذا فإذا قام الإنسان في ليالي رمضان وأكل السحور فإنه لا شك أنه قد نوى وعين النية، فلا يحتاج أن يقول: اللهم إني نويت الصوم، أو نويت الصوم إلى الليل، وما أشبه ذلك. ولكن هل يجب في رمضان أن يعين النية لكل يوم؟ أو إذا نوى من أوله كفى ما لم ينوي القط؟ صواب أنه إذا نوى من أوله كفى، إلا إذا نوى القط. وينبني على ذلك مسألة، وهي: ما لو نام الإنسان في يوم من رمضان بعد العصر ولم يستيقظ إلا في اليوم الثاني بعد طلوع الفجر. نعم. فإن قلنا إنه يجب تعيين النية لكل يوم من ليلته، فإن صوم هذا الرجل اليوم الثاني لا صح، لأنه لم ينوه من ليلته. وإن قلنا بالأول، وهو أن رمضان يكفي نية من أوله ما لم يقطعه، فإن صومه هذا اليوم صحيح، لأن الرجل قد نام ومن نيته بلا ريب أنه سيصوم غدا. نعم. لأنه لا سبب يوجب قطع الصوم. وقولنا إذا نوى من أوله ولم ينوى القطع، احترازا مما لو نوى القطع مثل أن يكون مريضا يصوم يوما ويدع يوما، فإنه إذا أفطر لا بد أن يجدد النية لبقية الشهر. نعم. هذا بالنسبة للنية. فصار الخلاصة أن النية يجب أن يلاحظ فيها شيئان: الشيء الأول نية المعمول له، وهو توحيد الله تعالى بالقصد بأن يريد الإنسان بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى، والثاني نية العمل بأن يعين العمل الذي يعمله من طهارة أو صلاة أو زكاة أو صوم، سواء كان ذلك تطوعا أم فريضة.
نعم.